وسنشاهد كيف سيتم التعامل مع هذه المباراه بضربات الحظ. دونك هذه غران فورما الثانيه ديال بيلانتياس. يمكن ان تتكهن بنتيجه وبالتالي الحضور متساوي 50-50. اولى التصديات الى سليمان، اولى التصديات الى سليمان، هذا طوعها زنيتي سبع. تبتسم للرجاء، تبتسم للرجاء، ويبدو ان النهائي للرجاء. نعم، هذه كرة ضائعة، هذه كرة مباشرة الى خارج رقعة الميدان. انا رحيمي معلم الهدف الاول، رجاء 1-0 الان. بداية قوية للرجاء، بداية قوية للرجاء. الحارس ديال هاد الاتحاد كيفكرني في التقناوتي، كيتلاه قبل من الكره ديما، كيتلاه وكيتلاه ديما في نفس الجهه. لاحظوا الحارس ديال الاتحاد كيتلاه ديما في اليمن وقبل الكره. هذا عندهم واعر، هذا واعر. الزنيتي ما عرفش ليه. هانتوما لاحظوا الحارس ديال الاتحاد كيتلاه، انا سوقيت تحديمه في الليمون وقبل من الكره. كاين زريده ديما كيطوع الكره معلم، كيحطها في تدخش بسبيلانتي واعر. هاتوما شوف الحارس كيطوع ديما جهه اليمين. مذكور والضرو، ولكن معلم أنس الفهد، هذا الفهد كوناطي جا سلم على الزنيتي. هاتوما هاتوما شوف الحارس كيمشي نفس الجهه، عقوبي اللعابه ديال الرجاء وكل حاله حالوين كاملين في الجهه. تا هذا تيرا بيلانتي مزيان عندهم، وهذا البيلانتي ديال الرباح، والعرجون خد واحد الغيس كبير غيلوح الحارس في الجهه ديالو. هانتوما شوف كيما قلت لكم كيتلاح ديما في الجهه ولا حالي في الجهه العرجون. مبروك، فرحة كبيرة، فريمون فرحة كبيرة. دغاي 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 سعيد دغاي، فكرني في 93 فاش كان كيلعب مع جمعية الحريم. هاد كأس العرب داه بزاف المرات وزوكات. الناس ديال بجع غيكونوا فرحانين بك أبو حفيظ. المدرب، هاد المدرب كيجيني بحال من خميس زمام، راه من حد ولاد فراج ولا من بن حماد. تحية للناس ديال بن حماد وديال خميس زمام، راه ديال حد ولاد فراج، زاوية سيدي اسماعيل، سبت قزوله.